النهارده في 57 357 المكان ده فخر لكل مصري ان يكون موجود فيه. انا جاي علشان استمد طاقه ايجابيه من وجودي في وسط اطفال وملايكه جمال. المكان ده ناجح لانه ده منظومه وطنيه ناجحه، منظومه نجاح للتمريض، لاطباء، لفنيين، لاداره، لمواطن وثق وتبرع في مستشفى حس ان هو قيمة تبرعه قليلة او كتيرة اللي هيتبرع بيه هيعمل فرق. انت اسمك ايه؟ نانسي. وانت اسمك ايه؟ باسم. ازيك يا باسم؟ انت مين؟ حبيبة. ازيك يا حبيبة؟ انا اسمي حسام بن دار يوسف، من قرية اسمها السعدات تبع مركز بلبيس، محافظة الشرقية. حضرتك، انا ابني تعب من 20 يوم كده، فكنت متابع مع دكتور اطفال عندنا، فشاف الاشعة فقال لي في ابنك عنده ورم وعنده كيس ميه على الايه، على المخ وكده. فقام كتب لي على دار روشيتا تحويل ايه لمستشفى 57 357. المفروض انا من الشرقيه ماشي، وفي هنا كان واحد قاهره، المفروض بتاع القاهره هو اللي يقعد، وانا ايه، انا كنت اسافر في اليوم ده واجي تاني يوم عشان خاطر اعمل عمليه وكده. عشان انا اقاليم، قالوا لا بتاع الاقاليم هيقعد وبتاع القاهره ايه هيمشي. يمكن احنا والغرفه او الناس المجاوره لينا، احنا الاثنين اتعرفنا على بعض هنا في المستشفى، وهم يمكن لما جم هنا المستشفى باتوا هم في المستشفى، هم من سكان محافظة الشرقية، وإحنا عشان من سكان محافظة القاهرة إحنا روحنا البيت وجينا عملنا العملية تاني يوم على طول من دخولنا للمستشفى. حاولت إن أنا أكلم ناس كتير جدا بمعارفي بعلاقاتي إن أنا أشوف واسطة للمستشفى. كل الناس قالت لي مفيش واسطة في مستشفى 57. يعني ما جبتش واسطة ولا عملت أي حاجة؟ والله أنا الحمد لله، أنا السنة عامل يومية في جهاز شروق، ماليش حد. يعني ازاي ما كلمتش حد في مجلس؟ ما اعرفش بقى، انا بس انا اتصلت على كذا واحد قال لي ما 57 ما فيش فيها الكلام ده خالص. 57 357 هو نموذج للنجاح وطني نقدر نكرره في كل مصر باذن الله. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدفها الحياة.